في عناوين الظهيرة: زيارات تضامن إلى السفارة السعودية في لبنان. الخطأ كان كبير جدا في حق المملكة. سماحة أمام العسكرية: التدخلات السياسية طمست حمولة لطف الاثنين. جعجع: بيان الحكومة إشعار بلا مضمون أو أشعار بلا مضمون. وانتخابات برلمانية في سوريا والنظام مع وقف إطلاق النار. كل التحيات وأهلا بكم إلى نشرة الظهيرة من قناة الجديد في بيروت. استقالة الوزير أشرف ريفي التي لم تجد لها طريقا إلى بيت الوسط إلا أنها حطت رحالها على مكتب رئيس الحكومة تمام سلام، الذي تلقى كتاب الاستقالة وشرع في إعداد مرسوم بقبول هذه الاستقالة وفقا للأصول. خبر الاستقالة الذي لم يحرك ساكنا في السياسة مر على هامش الواقع السياسي الغارق في المواجهة السعودية الإيرانية في لبنان. أبرز ساحات هذه المواجهة تجلت اليوم في السفارة السعودية التي جمعت متضامنين مع المملكة في حضرة سفيرها علي عواد عسيري. أمنيا مثل ميشيل سماحة اليوم أمام محكمة التمييز العسكرية، وكان وكلاء سماحة قدموا أمس تقريرا طبيا بالراحة ل15 يوما لسماحة، لكن رئيس محكمة التمييز العسكرية رفض المعذرة وقرر عقد الجلسة وكلف طبيبين شرعيين الحضور إلى جانب سماحة. التفاصيل مباشرة من أمام المحكمة العسكرية مع حليمة طبيعة. حليمة، تفضلي، كل التفاصيل لديك حول مجريات هذه المحاكمة. نعم رمز، بالفعل أرجى القاضي طاني لطوف جلسة محاكمة سماحة إلى 10 آذار المقبل، وذلك وخصصها لاستجواب الدفاع وللاستماع إلى شاهدين وهما جلاديس اسكندر وفارس بركات. جلاديس اسكندر هي سكرتيرة سماحة، وفارس هو سائق سماحة. وكان وكيل الدفاع صقل الهاشم قد طلب من القاضي أن رئيس المحكمة الاستماع إلى هذين الشخصين بصفتهما شهود، ولكن أحال القاضي الطلب إلى المحامي العام الذي قرر أنه لا يجب الاستماع إليهما لأنهما على علاقة بالشاهد، وإلا فليستمع إليهما للمعلومات. وبالتالي قرر القاضي لطوف أن يتم الاستماع إلى هذين الشخصين فقط لأخذ معلومات منهما. أما لجهة طلب الدفاع تعيين لجنة خبراء من الجيش اللبناني لكشف على المتفجرات، فرأى رئيس المحكمة أن عدم الحاجة لهذه اللجنة، لا سيما أن هناك تقرير فني أعدته اللجنة التي كشفت على هذه المتفجرات وهي تابعة لشعبة المعلومات. ولكن بعد إصرار الدفاع على هذا الطلب قرر رئيس المحكمة ضم هذا الطلب إلى الأساس وإعادة البت به في الجلسة المقبلة إذا رأت المحكمة أن هناك ضرورة لذلك. في مجريات الجلسة كما كنت قد ذكرت رامز أن محامو الدفاع كانوا قد طلبوا أو قدموا تقرير طبي لمدة 15 يوم راحة لسماحة، ولكن المحامي القاضي رفض هذا الطلب أو رده بالمعذرة. وبعد ما عين طبيبين شرعيين للكشف على سماحة جاء في تقرير الطبيبين الشرعيين أنه لم يكن هناك ضرورة أصلا ليغيب سماحة عن هذه الجلسة وهو بحال جيدة. في مجريات الجلسة التي قسمت إلى قسمين، في القسم الأول منها تم استجواب سماحة من قبل المحامي العام شربل أبو سمرة الذي أصر في أسئلته على الطلب من سماحة تحديد أين هي الأماكن التي قال سماحة أنها أماكن حدودية وعلى أساس أن هناك ستتم العملية. فكان رد سماحة أنه لم يتم تحديد خلال تسجيلات ولقاءاته بإكفوري أي
أمكنة محددة ولا زمان ولا هدف، وكل ما تم الحديث عنه عن أماكن غير شرعية وهي طرقات غير شرعية تسلل أو يسلكها مسلحون لتهريب الأسلحة. واعتقد سماحة كما قال يعني أنه بالتالي هذه الأماكن لا يمر بها مدنيين، وشدد أنه سماحة على أنه لم يكن حلقة تنفيذية في مشروع كفوري، بل كان حلقة وصل تم استهدافه واستغلاله لاستهداف سوريا، وقال أنه ذلك كان مخطط يعني عبر تسليم لائحة المتفجرات. الجزء الثاني من الجلسة، نعم سأختصر رامز، الجزء الثاني خصص لمعرفة كيف تم استدراج سميحة، لأنه كان قد قدم إلى القاضي مذكرة قال بها أن كفوري هو من استدرجه، واختصر كل أجوبته سميحة بالقول أن كفوري كان شخص ذكي وهو استهدفه استدرجه حرضه وأوقعه، وكل التفاصيل تتابعونها في النشرة المسائية. شكرا لك حليمة طبيعة على كل هذه المعلومات، وطبعا التفاصيل ستكون في تقرير مفصل في نشرة الثامنة. أيضا أمام المحكمة العسكرية جرى تأجيل جلسات المرافعات لموقوفي أحداث عبرة. كما كان متوقعا تم تأجيل جلسات المرافعات لموقوفي أحداث عبرة 54، واقتصرت الجلسة على إعادة تلاوة أوراق الملف بعد تغيير هيئة المحكمة مطلع الشهر الجاري. ثم واجه رئيس المحكمة العميد خليل إبراهيم عدد قليل من الموقوفين بدات اتصالاتهم خلال معارك عبرة تثبت تورطهم، ثم قسم إبراهيم الموقوفين إلى 5 مجموعات للبدء بالاستماع إلى مرافعاتهم التي تبدأ في 8 آذار وتمتد على 5 أسابيع، على أن تصدر الأحكام النهائية في الجلسة الأخيرة المحددة في 5 نيسان المقبل، أي بعد 1 وأسبوعين تقريبا، مع الإشارة إلى أن الموقوف نعيم عباس حددت مرافعته في 15 من الشهر المقبل أيضا. أما فيما خص أحمد الأسير الذي فصل إبراهيم ملفه عن ملف عناصره 38 الموقوفين قبله، فقد رفض المندى العام العسكري القاضي صقر صقر الطلب الذي تقدم به وكيل الدفاع عنه المحامي أنطوان نعمة بنقل موكله من سجن الشرطة العسكرية في الريحانية في وزارة الدفاع إلى مبنى المعلومات في سجن رومية متحججا بأوضاع صحية. يذكر أنه تم توقيف الأسير في 15 من شهر آب الماضي في مطار بيروت. صحيفة النهار نقلت عن مصادر وزارية قولها إن البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء قد حظي برضا السعودية، ما يؤشر لبدء مرحلة طي الأزمة التي بدأت بقرار الرياض وقف تنفيذ هبتي 3 مليارات دولار للجيش والمليار دولار للجيش والقوى الأمنية. ولفتت المصادر إلى أن قرار مجلس الوزراء ما كان ليصدر لو لم يضمن رئيس الحكومة تمام سلام أنه سيلقى قبولا سعوديا. منذ 10 صباحا تستقبل السفارة السعودية في بيروت وفودا متضامنة. التفاصيل من هناك مباشرة مع باسل العريضي. باسل أهلا بك، هلا أوجزت لنا لو سمحت أبرز هذه المواقف لعدد من الشخصيات التي زارت السفارة، كان الأبرز اللواء أشرف ريفي، وأيضا ماذا عن موقف السفير السعودي علي عواض عسيري؟ بداية رامز، كما ذكرت أنه منذ 10 صباحا أمت مبنى السفارة السعودية في بيروت عدد كبير من الوفود الشعبية الذين قدموا من عدد من المناطق اللبنانية وتحديدا من الشمال وبيروت، إضافة إلى عدد من الفعاليات منهم على سبيل المثال لجنة جمعية التجار، إضافة إلى نقابة الصحافة وعدد كبير من الفعاليات والشخصيات السياسية، وفد من تيار المستقبل أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، إضافة إلى النائب معين المرعبي خالد الظاهر، اللواء أشرف ريفي كما ذكر رامز، إضافة وعدد كبير آخر من الشخصيات. الأبرز ربما كان اليوم اللواء أشرف ريفي، حضور اللواء أشرف ريفي خصوصا بعد تقديم استقالته من الحكومة اللبنانية وصدور بيان رسمي من مجلس الوزراء اليوم أو رئاسة الحكومة أنها ستقوم بقبول هذه الاستقالة ضمن الأصول المتبعة والقوانين المتبعة لهكذا حالات. اللواء أشرف ريفي في تصريحه أشار إلى أنه بعد الاستقالة سيتوجه إلى العمل الوطني، وأنه يعتذر من الحكومة من السعوديين عن بعض ما صدر بحقها بحق المملكة العربية السعودية من مواقف من بعض اللبنانيين، وأكد على أنه طفح الكيل ويجب قلب الطاولة على بعض
بعض الشواذات والتجاوزات التي تحصل داخل الحكومة، وقال على سبيل المثال أن ملف النفايات حتى الساعة لم يحل. أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري أشار إلى أنه بيان بالأمس الذي صدر عن مجلس الوزراء هو الخطوة الأولى في موضوع تحسين العلاقات وإعادة الأمور إلى نصابها، وقال أن الموقف الرئيسي هي يجب أن تكون مصلحة اللبنانيين وليس مصالح شخصية أو فئة دون أخرى، وأشار على أنه العراق الذي تربطه علاقات قوية جدا مع إيران وافق على أو سار في موضوع الإجماع العربي على عكس لبنان، فلماذا لبنان لا يسير ويتخذ المواقف والخطوات عينها. وأشار على أنه في يتعلق بسلاح حزب الله أنه هذا السلاح موضوع على طاولة الحوار وتم التطرق إليه في إعلان بعبدة، وهناك طبعا يعني على مضض هذا الموضوع ترك على جانبا، إنما موضوع التصريحات هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه. أما فيما يتعلق بموقف السفير السعودي علي عوض عسيري أشار على أن ما رآه هنا من تقدير للبنانيين من خلال الوفود والتصريحات والمواقف التي صدرت والمنددة بجميع التصريحات التي صدرت بحق المملكة العربية السعودية، هذه المواقف تشير على عمق العلاقة وامتنان اللبنانيين وهذه العلاقة الأخوية بين الدولتين بين المملكة ولبنان. وقال أنه يجب على الآخرين وتحديدا إيران تفهم لتركيبة لبنان السياسية وليس وانتمائه العربي، وأشار على أنه لبنان يجب أن يوضح هويته، وأشار على أن مصلحة لبنان هي في محيطه في انتمائه العربي. أما فيما يتعلق بموضوع وقف الهبة للجيش اللبناني أشار السفير العسيري على أن يجب على الجيش أن يسأل من تسبب في هذا الخطأ باتجاه وطنه وجيشه. نعم على أي حال رامز، الاستقبالات أيضا ستكون مفتوحة يوم غد في السفارة السعودية هنا في بيروت عند الساعة 12:15 ظهرا. هذه هي اليوم أجواء السفارة في بيروت. أعتقد سنستمع إلى أبرز التصريحات التي صدرت خلال هذا النهار. نعم. كان الخطأ كان كبير جدا في حق المملكة، لأنه المملكة لا تستاهل أن أن أن, أن لا يفكر فيها في مثل هذه المحافل. وإذا هناك أي تفهم لموقف لبنان فيجب أن الآخرين الذين ليسوا عرب أن يتفهموا موقع لبنان أنه ينتمي إلى العرب وأنه بلد عربي الهوية وأنه محيطه عربي وأن مصلحته ومصالح شعبه هي عربية. فبالتالي إذا هناك أي تفهم لتركيبة لبنان والتعقيدات السياسية اللي في لبنان أنا أرى أنه إيران تتفهمها بكل صراحة، ليست المملكة أو أي دولة عربية. نحن نرى لبنان بلد عربي ونرى أن انتمائه عربي ويجب أن يبقى عربي، وهذا ما سمعناه من كل من ارتاد السفارة. أنا أعتقد لبنان يعني يجب أن يوضح هويته فين أن ينتمي، ويجب أن يعمل ما هو في مصلحة لبنان ولا ينظر لمصلحة الآخرين. أنا أعتقد أن مصلحة لبنان هي تبقى في الدول العربية، وأنا أرى أن مصلحة لبنان هو يعني أن لا يذهب بعيدا عن إخوانه العرب، وهذا ما أراه. هل هناك اليوم الزيارة المزمع إقامتها من قبل الرئيس تمام سلام والوزراء إلى المملكة أيضا قادرة على إعادة توضيح الموقف اللبناني؟ الخطأ كبير، وبالتالي أنا أعمل كسفير يعني أن أي جهد سواء بالزيارة أو بالجهود أخرى متتالية أو بتصحيح الأخطاء أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية، وهذا ما نتمنى، لأنه دورنا كدبلوماسيين في لبنان هو لتحسين العلاقة ولتنمية العلاقة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها. فبالتالي نحن حريصين كدبلوماسيين، ولكن الجهد هو يجب أن يكون جهد لبناني لتصحيح هذه الأخطاء ولشرح موقفهم. لكي نقول أنه هذه أول خطوة قام فيها لبنان امبارح، رئيس سلام مثل ما ذكر بالمؤتمر الصحفي حيكفي اتصالاته وممكن يكون عنده زيارة على بعض الدول العربية يقدر يشرح هذا الموضوع وحساسية الوضع اللي قائم عليه لبنان في ظل غياب رئيس جمهورية. كمان نحن بالنسبة لنا الموقف الرئيسي اللي لازم يتاخد فيه هو مصلحة اللبنانيين، مش مصالح شخصية لا لهالحزب ولا لهالتيار ولا لهالفريق السياسي. أني أعبر عن مشاعر الاعتزاز في هذه الزيارة لأقول نوجه اعتذارا كبيرا للمملكة العربية السعودية على الإساءة التي حصلت من وزير الخارجية اللبناني يوم خرج عن الإجماع العربي، وهي كانت من بديهيات السياسة الخارجية اللبنانية. نقول نعم عذرا المملكة العربية السعودية إذا أخطأ وزير خارجيتنا،
نحن إلى جانبك، نحن إلى جانب الإجماع العربي، نحن إلى جانب الدول العربية في صراعنا وفي حياتنا اليومية. علمت صحيفة الجمهورية أن اتصالا فرنسيا سعوديا حصل في الساعات 24 الأخيرة لمعرفة مدى تمسك الرياض بوقف الهبة العسكرية للبنان، وقد لاحظ الجانب الفرنسي أن الأمر قابل للمعالجة. بدورها نقلت صحيفة الحياة عن مصدر فرنسي قوله إن العقد بين السعودية وفرنسا قائم، وإن المعدات ستصنع وسيتم تخزينها من الجانب السعودي حتى إشعار آخر. سفير فرنسا لدى لبنان أبلغ الرئيس سلام أن باريس تتابع الحوار مع السلطات السعودية من جهة ومع السلطات اللبنانية من جهة أخرى للوصول إلى الهدف الذي تعمل عليه والذي يهم الجميع، ألا وهو حماية لبنان وتنفيذ برنامج تجهيز الجيش اللبناني. انتقد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مضمون بيان مجلس الوزراء الأخير، ورأى أن العلاقة مع السعودية ودول الخليج مهمة جدا، ولكن الأهم وضع لبنان ككل، لافتا إلى أن الفرق كبير بين ما جرى في الحكومة وبين الواقع. أنا بعتبر بيان مجلس الوزراء امبارح، برجع بقول بغض النظر عن كيف بيعتبروه الأطراف الآخرين، أنا بعتبره شعر بشعر. العزم في مكان والبيان في مكان آخر. إذا نحن ضنيين على بلادنا لازم نشوف كيف نعمل تنصوب أمورنا، وتصويب أمورنا بيكون بوضع الإصبع على الجرح تماما مش في أماكن أخرى. من الضروري كيف إذا بدنا مزبوط نصوب العلاقة بين لبنان وأشقائه ونزيل الشوائب البينات، بكل بساطة الحكومة بتحب من كل المواجهات العسكرية ولا الأمنية ولا خلافها يلي فايت فيها بالدول العربية كافة، بل يمكن هالإشكالية تكبر وتكبر وتكبر للأسف مع اتساع رقعة ونطاق المواجهة. إذا بده يوصل الأمر لهالحد، أفضل تستقيم رح يوصلنا كلنا سوا لهاوية كبيرة. يعني عم بحكي إذا، بس رأيي كبداية خليه ينطرح المشكلة مجلس الوزراء، مو سيارات مو سيارات مو سيارات، خو تنطرح ينقال الحكي هذا اللي انقال إنه جوهر المشكلة يكمن هنا، خطعت الشبكة نشوفها. وزير العدل المستقيل أشرف ريفي كشف أن اتفاقا كان قد تم في الرياض بأن يستقيل معه وزير الداخلية نهاد المشنوق، لكن الأخير لم يلتزم. المشنوق رد سريعا وأكد أنه طرح في اجتماع الرياض على الحريري والسنيورة والريفي وفتفت موضوع الاستقالة وتعليق المشاركة في الحوار، لكن الرئيس الحريري طلب التريث وعدم القيام بأي خطوة تحرج الرئيس نبيه بري والنائب وليد جملاط. نظم ناشطون من الحراك الشعبي تحركا ليلا رفضا لما اسموه بالذل والاستهتار بالكرامة الوطنية واحتجاجا على التواقيع ببيت الوسط. التحرك نظمته مجموعة من أجل الجمهورية بالاشتراك مع حملة طلعت راحتكم، وقال المنظمون إن التحرك موجه لعبيد الخارج الذين يحكموننا على حد تعبير الحملة. بدورها قالت حملة طلعت ريحتكم إن التحرك هو للتذكير بأن النفايات بات لها 7 أشهر في الطرقات بسبب فشل هؤلاء السياسيين. أهلا بكم من جديد. غادر البطريرك الماروني مربشرة بطرس الراعي صباح اليوم متوجها إلى روما في إطار زيارة تستمر حتى الأحد. ومن المطار أكد الراعي أن بكركي مع البيان الذي صدر بالأمس عن مجلس الوزراء. نحن بالحقيقة لا، نحن مع البيان طبعا، لا نحن مع البيان. لبنان معروف تاريخه انه هو بلد الصداقة مع كل الدول، واللبناني بطبيعته ما عنده مصلحة، ولبنان ما عنده مصلحة يعادى اي دولة من الدول، لانه نحن منا قوة قايمة بذاتها تستغني عن حدا. نحن لبنان قايم على علاقاته مع هالدول شرقا وغربا. المعمر سليمان المل يطالب بالجنسية لزوجته.
لم تحل السنوات 110 دون منع سليمان المل من بلدة العبودية من متابعة شؤون عائلته أمام الدوائر الرسمية في سراي حلبة في محاولة لمنح الجنسية اللبنانية لزوجته الثانية من أصل سوري. ويروي المل الجديد عن معاناته طوال السنوات العشر الماضية في محاولة لتأمين الجنسية لزوجته لكي تتمكن من الحصول على خدمات الطبابة والاستشفاء، مؤكدا أن لا إمكانية لتأمين احتياجاتها المعيشية. أنا بنشد كل المعنيين بهالأمر أنه ننظر بحالة الفقير. أنا ما معي لحتى بالمستشفى أدفع ملايين الدولارات. اليوم جيت أنت عن فوش فنيك أنت عم طالب وشو بدي أعمل؟ شو بيقول لك؟ شو قال لي؟ قال لي ما بيطلع لقالب حاسم جنس وحدي قبلها ما بيطلع لهذه جنسية. هذا حكي هذا؟ ويطالب المل برفع التأمين عن زوجته الأولى المتوفاة وإعطاء الجنسية للزوجة الحالية. وزير الصحة وائل أبو فاعور يؤكد من طرابلس أن لبنان بلد عربي لا يستطيع إلا أن يكون في هذه الهوية وفي هذا الانتماء. تفقد وزير الصحة وائل أبو فاعور مدينة طرابلس واطلع على الأوضاع والخدمات في عدد من مراكزها الصحية والطبية، واستهل جولته بزيارة إلى السيد توفيق سلطان في منزله في ميناء طرابلس في حضور الرئيس نجيب ميقاتي والنائبين محمد كبارة وقاسم عبد العزيز. أبو فاعور وصف جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بالممتازة على الرغم من الخلاف العميق في الآراء، معتبرا أننا في لبنان لا نحتاج إلى اختبارات إضافية لندرك هوية لبنان العربية. الإدانة التي تم الاتفاق عليها للاعتداء على السفارة والقنصلية السعودية في إيران أعتقد أنها تمهد لنقاش ودي وإيجابي مع الإخوة في المملكة العربية السعودية. نريد من بقية الوزراء في الحكومة العتيدة ومن دولة الرئيس أن يلتفتوا إلى طرابلس المنسية ويحركوا مشاريعها المتوقفة بلا سبب. وكشف أبو فاعور عن سلسلة تحضيرات ينجزها الرئيس سلام للقيام بجولة عربية تبدأ من الرياض لإعادة توضيح الصورة وتصحيح العلاقة مع الإخوة العرب. أحييكم من جديد. قوات الاحتلال تقتحم نابلس ومحيطها. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية اقتحام ومداهمة واسعة النطاق لمدينة نابلس ومخيماتها وسط اندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت نابلس من محاور عدة ترافقها جرافات وأليات عسكرية، كما وعثت قوات الاحتلال خرابا في عدد من المنازل في المخيم. وفي مخيم العين داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من منازل المواطنين وقامت بتفتيشها وشنت حملة اعتقالات ومداهمة طالت عشرات المنازل. وفي معهم مهدات هيك وهيك غير الباب غير البواقر والجرافات بلشوا في الوجهات يهدوا. أساس لن تكون رادع لنا، يعني لن تكون رادع للمقاومة في فلسطين، لأنه هدوا بيوت وما عملت شيئات تيجي ولا ردعت ناس منفذي العمليات من عمليات طعن واطلاق نار وكل هاي الامور. ما في ولا اي تحاجي، يعني ما عملت اي تحاجي، سياسي فاشل في الاول. يبحثوا عن الحل الوحيد والاكيد، هذا شعب بده استقلاله، بده حريته، بده دولته، بده كيان، بده الاقصى. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن شابين أصيبا خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في نابلس، إصابة احدهما بالغة. أعلنت الحكومة السورية عن قبولها بوقف الأعمال القتالية وعلى أساس استمرار الجهود العسكرية بمكافحة الإرهاب ضد داعش وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بها وبتنظيم القاعدة، وذلك وفقا للإعلان الروسي الأمريكي. وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر مرسوما رئاسيا بتحديد 13 من نيسان المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا نص المرسوم والذي جاء فيه بناء على أحكام المادة 62 من الدستور وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة، يحدد يوم الأربعاء الموافق 13 من نيسان موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني، ويحدد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل من الدوائر الانتخابية.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستفعل كل ما يلزم لكي تتقيد دمشق باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه موسكو وواشنطن ابتداء من 27 من شباط الحالي. وقال بوتين أن بلاده تأمل أن تفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه مع الفصائل السورية المسلحة المعارضة، وأضاف أن الولايات المتحدة وروسيا على استعداد لوضع آلية مراقبة فعالة لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار، كاشفا عن إنشاء خط اتصال مباشر وفريق عمل لتبادل المعلومات إذا ما لزم الأمر. وختم الرئيس الروسي كلمته بالقول إن هناك فرصة حقيقية لإنهاء سنوات من إراقة الدماء والعنف. وقال البيت الأبيض إن البيان الأمريكي الروسي لوقف الأعمال العدائية في سوريا يشكل فرصة مهمة يتعين استغلالها للتخفيف من معاناة الشعب السوري والبناء عليها للتقدم على مسار المفاوضات الرامية إلى إنهاء الأزمة السورية. ودعا المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست في كلمته اليومية جميع الأطراف الموقعة على البيان إلى الالتزام ببنوده، مؤكدا أن تطبيقه لن يكون سهلا. كما كشف عن اتصال أجراه أوباما بنظيره الروسي لبحث الأزمة السورية وتطورات قرار وقف إطلاق النار. قالت مصادر أمنية إيطالية أن 599 مهاجرا تم إنقاذهم من قبل زوارق البحرية الإيطالية خلال 48 ساعة. وأشارت قوات البحرية إلى أن دورياتها قد أنقذت قارب صيد يحمل على متنه 122 مهاجرا تم نقلهم لاحقا إلى سفينة ألمانية تشارك بعملية صوفيا الأوروبية لمنع تدفق المهاجرين. وكذلك أنقذت السفينة نفسها زورقين آخرين وأنقذت منهما 236 مهاجرا كانوا يبحرون في ظروف بحرية محفوفة بالمخاطر. كان في الظهيرة زيارات تضامن إلى السفارة السعودية في لبنان. الخطأ كان كبير جدا في حق المملكة. سماحة أمام العسكرية، التدخلات السياسية طمست حمولة لطف الاثنين. جعجع بيان الحكومة أشعار بلا مضمون. وانتخابات برلمانية في سوريا والنظام مع وقف إطلاق النار. النشرة انتهت، الملتقى الإخباري المقبل يتجدد في نشرة 8. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.